الصباح يحمل تحديات الأبكار الإذاعي المهجنات الأصايل ضمن تمهيد المرموم والمقام على أرضية ميدان المرموم. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط حيث تتقدم ندى تعود ملكيتها لسلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، يتقدم نحو البداية الأولى بينما يأتي شعار ممثل ندى الشباب بن عويضان من يحتل المركز الثاني بوجود تصريح في هذه الانطلاقة محمد بن عويضان العامري. أما المركز الثالث فانتقل إلى المركز الثالث حيث تتواجد الظبي عيسى بن سالم بن معصم الحميري يتواجد يقدم لنا هذا الاسم. النقل على المركز الرابع ويأتي هنا في هذه الانطلاقة شعار برقراقي حيث تتقدم بهجة في هذه الانطلاقة، إلا أن القادمين إلا أن المنطلقين عودة للمركز الرابع، والمركز الرابع غارة لعبيد بن سالم بن جرش الغفلي يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس فنأتي هنا إلى الحضور القادم خامس المراكز، ياتي شعار بالعود ويقدم لنا نزوح مبارك بن حمد بالعود العامري، بينما المركز السادس تقدمت ووصلت نجود سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي في المركز السادس. المركز السابع يصل شعار بن قنزول مقدم النايفة محمد بن الدحبة بن قنزول العامري. أما المركز الثامن شعار بن طحنون ويتقدم بوجود عنيد فلاح بن فهد بن طحنون الهاجري. تاسع المراكز خيرة لعبد الله بن حميد بن حارب المهيري، بينما بن قطامي بن ثاني يتقدم نحو المركز العاشر يقدم مداهمة مبارك بن محمد بن قطامي السويدي. ها هي النتيجة أيها المشاهدين الأعزاء للأسماء المتقدمة للأسماء الحاضرة بمنافسات هذا اليوم. 5 كيلومترات تحدي مع سن الإذاعة، تحدي مع إبداع هذه الشعارات، ولكن عودة إلى مقدمة البداية والصدارة. ها هي الظبي تتقدم لعيسى بن سالم بن معصم الحميري، يتقدم نحو صدارة وقمة هذا الشوط حاملا تحديات الاسم العملاق الظبي الظبي الظبي. لا زالت مسيطرة بينما بن عويضان يتقدم في هذه اللحظات ليصرح تصريحاته النارية لهذا الموسم. محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم نحو ثاني المراكز، بينما شوف المركز الثالث قادم بن جرش يتقدم بن جرش في هذه اللحظة، إلا أن بالعود يقدم نزوح مبارك بن حمد بالعود العامري واصل هنا في هذه الانطلاقة. يا سلام من حصد برق الشاعر المليون في نسخته الأخيرة في هذا الموسم. بينما المركز الرابع يأتي شعار بن جرش ويقدم لنا غارة شن الغارة غارة وراء غارة يا بن جرش، وهذه لحظات وصوله عبيد بن سالم بن جرش الغفلي مشاهدينا الكرام، ليصل او تصل النايفة محمد بن الدحبة بن قنزول العامري مقدمين هالي الوقن. هنا الاسم القادم وهذه النايفة لكن شوف بن طحنون يقدم عنيدة فلاح بن فهد بن طحنون الهاجري يقدم عنيدة، وصلت عنيدة وبن قطامي قادم مبارك بن محمد بن قطامي السويدي يقدم لنا اسم ايضا مداهمة تداهم المقدمة تداهم هذا الشريط الحدودي لخط النهاية لمستوى هذا الشوط. نجود خادمة سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي والقادمين هنا في هذه اللحظات. الله يا سلام، شوفوا 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 القادمين، شوفوا التحديات، شوفوا التسلل من عمق الميدان لكل هذه الاسماء الحاضرة الاسماء المتقدمة، لكن تظل النتيجة فتاكة على المركز الأول أمام الجماهير أمام المحبين، حيث يتقدم بهذه الانطلاقة وهذا التحدي. ما شاء الله تبارك الله، شوف الاسم الله يا بن معصم، شوف يا بن معصم يقدم الظبي عيسى بن سالم بن معصم الحميري، لا زال مسيطر لا زال متقدم 1200 على
خط النهاية. والظبي الظبي الظبي مسيطرة، مداهمة قادمة، مبارك بن محمد بن قطامي السويدي، ولكن شوف نجود قادمة، نجود قادمة، سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي هنا على المركز الثالث، المركز الرابع، انضمام اسم جديد، هذه اليذابة رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين، يا سلام، يتقدم الجبرين، يتقدم الجبرين، ولكن عيسى مسيطر مع الظبي، مداهمة تتقدم، مداهمة تتقدم، وشوف اليذابة، اليذابة قادمة من المملكة العربية السعودية، هنا تجذب المراكز، تجذب الأسماء، لأن مداهمة، مداهمة، داهمة خط البداية، انطلق مداهمة، الله سلام، ند الشبه سلام، هذه مداهمة، هذه مداهمة، 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 سلالة تدهم، تتقدم على المركز الأول، مبارك بن محمد، مبارك بن محمد بن قطامي السويدي، بدون أي منافس على الإطلاق، بدون أي منافس على الإطلاق، تسير على صوت السماعة، تصير على ضرب الآلي، تتقدم للمركز الأول، ما شاء الله، تبارك الله، إبداع، إبداع يا بن قطامي، إبداع يا بن ثاني، سلام لهالي ند الشبه سلام، صباحي من المرموم، نبعث بعطور الورد والياسمين إلى ند الشبه، إلى ند الشبه، مبارك بن محمد بن قطامي السويدي، الله وادهم عنده، عدهم في ند الشبه، تحية وسلام إلى هذه السلالة الأصيلة والعريقة، هذه مداهمة إلى خط النهاية بدون منافس على الإطلاق، تحمل التحديات والتوقيت الزمني الأفضل والأجمل حتى هذه اللحظة. المركز الثاني انتباه، سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، المركز الثالث الظبي، عيسى بن سالم بن معصم الحميري، المركز الرابع اليذابة رشيد بن حمد بن سليمان الجبرين، وخامسا المركز الخامس وصلت زعبيل سلطان بن حمد بن أصلي الشامسي. هكذا كانت النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة، في هذا الإصرار والتحدي على المنافسة، إلا أن مداهمة استطاعت أن تحقق التوقيت الأفضل، ما شاء الله 7 دقائق 27 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي من ينتزع المركز الأول والتوقيت في هذه الانطلاقة، ما شاء الله تبارك الله، تهانينا والناموس والسلام إلى ند الشبه سلام. انتباه حلت بالمركز الثاني حيث كانت في موعد جميل، هنا انتباه لي سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي ب7 دقائق 35 ثانية و5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. أما صاحبة المركز الثالث فكانت الظبي عيسى بن سالم بن معصم الحميري من حل في ثالث المراكز مع إبداعه واستمتاعه مشاهدينا الكرام ب7 دقائق 37 ثانية و4 أجزاء من الثانية، ها هو توقيتها الزمني، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المشاهدون جميعا، أحييكم بأجمل تحية صباحية